يعطيك العافية شباب. طبعا كانكم تشرحوا لنا عن المعدات اللي معكم. والله شفت عينك رشاش بارود كان جنكور. طبعا نحن بالخطوط الأمامية، شو الشعور اللي عم تعيشون؟ شو إحساسكم؟ والله اللي عم نستنى الجيش مشات حتى يفوت. طب قدي في بعد بينكم بين هالنقطة وبين الشبهة؟ والله شفت عينك عمدار يعني ما في البعد الواضح يعني. يعني شو عم دار يعني بيننا وبينهم عم يضربونا من وراء الكتل قدامنا عم يضربونا بأسعار ثقيلة. نعم. طب هلا لما النظام يقتحم شو الدور اللي عم تقوموا فيه؟ دور عم نقوم فيه انه يعني شفت انا حامين نفسنا هيك مداري صرم البرامج عم يضربنا بأسعار ثقيلة هاوين دبابات شيلكا من بعيد يعني بس ما عم نقرب علينا عم نستنى المشاهدة عم نحمي المدنيين جوا بالحصار. نعم. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية اخي. الله يعافيك. أتمنى شايفين مرابطين الله يحميكم يا رب الخطوط الأمامية. طبعا شو عنكم مثلا عتاد نقص عتاد حب توجه رسالة للخارج من يدعموكم بالعتاد أو أي شيء؟ والله يعني صرنا نعول كتير على الخارج هذا غلطنا ولا حدا عم يرد علينا وشوفت يعني شو موجود العتاد لنا يعني صواريخ حرارية أقل شيء يعني صواريخ حرارية طيارة عم تطلع فوقنا عم تتدرج فوقنا على ضرب المدنيين شوفت يعني قاعد بناء البرا شو نازل من ورا الميج اللي حطها فوقنا كل النهار من الصبح أمريكا رايحة يعني زاد ما صارت وجه كمان نداء الأطباء صابة خفيفة عم يوصلوا لرجله صابة خفيفة عم يوصلوا لرجله شو بدنا بدهم مساعدات أهم شيء من الأطباء يعني مساعدات غذائية لعائلات كمان ما أحلى عاد فيهم يعني تعيش لأنه عادي إحنا عم شباب نتحمل يعني طالنا نحميه بس بتجيبوا مساعدات للغذائية للأهالي الجوع أسعة ثقيلة لأنه صواريخ حرارية بوجه نداء للشباب اللي قاعدة برات الحصار يعني شو بدهم اكثر من هيك عشان يستنوا الحمد لله احنا بعون الله وبالروسيه بنقدر ننزلوا للشارع الاسد بس بدنا بس يشتغلوا شوي من برا يشتغلوا من برا يعني حسوا فينا شوي احنا صرنا سبع شهور محاصرين واحد حس فيك ترى كله بقول لك اليوم بكره وصار وما صار شو ليش عم يستنوا ما حدا حاسس فينا ما حدا حاسس غير جوات الحصار وانت شايف شو عم يصير هلا جوا انا شوف في رباط الحمد لله يعني فضل الله عليك بالنقط اللي بدك تشوفها هلا في عندك كمان شباب عم تجاهد عم ترابط معنا بنفس نقطتنا يعني اغلبيه اهالينا هون جوا اغلبيه اهالينا هون كلياتها نتركهم نطلع يعني عم ندافع عنهم عن المدنيين كما سمعتم هون ابطال الجيش الحر نزلنا في الداخل يحمون المدنيون رغم العتاد الثقيل الذي يستخدمه النظام الاسري شبيحته انهم بالعتاد الخفيف كما يقال الرشاش والبندقيه يواجهون الطيران الميج والدبابات والراجمات والهاونات هاهم الثوار مستمرون في ثورتهم مهما ما يصيبهم هم الأبطال.